يعني آخر الغارات كانت قبل قليل على منزل عائلة النجار في منطقة جورت اللوت أو في ما يعرف دوار التحلية. كان هناك استهداف لعدة منازل، حقيقة 3 منازل لعائلة النجار في تلك المنطقة. القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 4 مواطنين حتى هذه اللحظة وإصابة أكثر من 20 آخرين. جزء الفرق الدفاع المدني لا زالت تعمل حتى هذه اللحظة على انتشال المزيد من الضحايا والمفقودين من تحت أنقاض هذه المنازل التي دمرتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. هذه الغارة جاءت تتويجا لسلسلة من الغارات الكبيرة التي نفذت على مدينة خان يونس منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظات التي تسمع فيها أصوات الانفجارات في الأطراف الشمالية الشرقية، أقصد هنا منطقة القرارة ومنطقة السطر الغربي والسطر الشرقي. هذه المناطق التي هي يعني متاخمة لبعضها البعض، حيث تدور عمليات اشتباكات مسلحة بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في تلك المناطق التي توغلت فيها الدبابات الإسرائيلية. الدبابات الإسرائيلية مهدت لهذا الدخول البري من محور كسوفيم أو ما يعرف محور القرارة، ووصولا إلى طريق صلاح الدين الواصلة ما بين مدينة خان يونس ودير البلح، وبالتالي تم فصل مدينة خان يونس عن المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وبالتالي تمركزت الدبابات الإسرائيلية عند مفترق المطاحن واعتلت بعض جنود القناصة بعض أسطح البنايات، بالإضافة إلى شركة المطاحن الفلسطينية. كان هناك يعني لا زال هناك عدد من القناصة الإسرائيليين الذين يعتلون هذه الشركة ويقومون بإطلاق النار على كل من يتحرك على طريق صلاح الدين. هكذا يكون الطريق الواصل ما بين دير البلح وجنوب قطاع غزة قد فصلت تماما، فيما تقوم الدبابات والمدفعية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها باتجاه منازل المواطنين، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية في تلك المنطقة والتي استباحتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بصورة كبيرة منذ اليوم الأول لخرق الهدنة والقصف الإسرائيلي. كانت إسرائيل تمهد لهذا الدخول من خلال عمليات القصف العنيف للأراضي الزراعية ولمنازل المواطنين، حيث دمر العشرات من المنازل في تلك المنطقة والتي أدت إلى استشهاد أيضا عشرات المواطنين، بالإضافة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف هذه المنطقة منذ اليوم الأول لخرق الهدنة وحتى هذا اليوم بصورة كبيرة جدا. تكثفت الغارات بصورة كبيرة جدا، وربما هذا يمهد لدخول بعض القوات البرية في ظل إعلان إسرائيل عن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة وبدء عملية عسكرية برية في جنوب تحديدا في جنوب القطاع تحديدا في مدينة خان يونس. هذا الأمر يعني رافقه اشتباكات مسلحة وإطلاق قذائف هاون وبعض العبوات الناسفة. كتائب القسام قالت إنها أجهزت على 8 جنود إسرائيليين في منطقة شمال القرارة من خلال نصب العبوات الناسفة والعبوات المضادة للأفراد، بالإضافة إلى عمليات الإطلاق النار باتجاه فرقة إسرائيلية راجلة في تلك المنطقة، بالإضافة أيضا إلى أن سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي هي الأخرى قالت أنها خاضت اشتباكات عنيفة مع قوة راجلة إسرائيلية في هذا المحور وأوقعت بهم خسائر كبيرة بين قتيل وجريح. هذا المحور يعتبر من أخطر المحاور التي يعني يمكن للدبابات الإسرائيلية الدخول إليها، لأنها منطقة مكشوفة، هي منطقة دائما في كل التصعيدات والحروب السابقة كانت مسرحا للعمليات العسكرية الإسرائيلية وهي عرضة دائما للاستهدافات الإسرائيلية. الآن في هذا المحور الدبابات الإسرائيلية سيطرت على مفترق المطاحن وقطعت الطريق، لكن الاشتباكات وعمليات إطلاق النار مستمرة في هذه المنطقة بصورة كبيرة جدا. الآن يعني الوضع أصبح في محافظة خان يونس مرعب ومخيف جدا، خاصة وأن أكثر من 1,100,000 نسمة الآن يعيشون في مدينة خان يونس، لأن عشرات الآلاف بل مئات الآلاف الذين نزحوا من مدينة غزة وشمالها جاءوا إلى مدينة خان يونس، باعتبار أن نداءات الجيش الإسرائيلي كانت تقول لهم اذهبوا إلى مدينة خان يونس، اذهبوا إلى منطقة المواصي فإنها مناطق آمنة يوجد بها مناطق إغاثة، وأيضا هذا الأمر ينطبق على مدينة رفح. الآن الناس تتكدس في شوارع مدينة خان يونس ولا يعرفون أين يذهبون. لا شاهدنا العشرات بل المئات من الأسر لا تعرف أين تذهب. كل المناطق اليوم في خان يونس حتى المناطق الغربية المطلة على منطقة المواصي
قصفت يعني بشكل كبير واستشهد عدد كبير من المواطنين. حتى المنطقة الشمالية الغربية من منطقة المواصي قصفت بالزوارق الحربية الإسرائيلية، وبالتالي لا توجد مناطق آمنة، ولذلك الناس الآن لا يعرفوا ماذا يفعلون، أين سيتوجهون. توجهوا إلى رفح، عدد من العائلات التي وصلت رفح عادت إلى خان يونس لأنه لا يوجد متسع لها في مدينة رفح. مدينة رفح ومدينة خان يونس غير مهيئتين لاستيعاب هذا العدد الكبير من النازحين ومن المواطنين، سواء في البنية التحتية أو في المنازل. هذه مناطق لا يوجد بها أبراج سكنية أو عمارات سكنية كبيرة مثل مدينة غزة، وبالتالي هي أبنية للمواطنين، وبالتالي هناك أزمة لاستيعاب مئات الآلاف من النازحين في هذه المناطق تحديدا خان يونس ورفح، وهذا ينطبق أيضا على المنطقة الوسطى. لذلك هناك أزمة معيشية صعبة جدا ومرهقة جدا للمواطنين. الناس تفترش الأرض الآن، سواء كان ذلك في خان يونس أو في مدينة رفح التي تعرضت قبل قليل إلى سلسلة من الغارات العنيفة التي أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين. لذلك الوضع مأساوي وكارثي. الآن الناس لا تعرف أين تذهب، حتى إذا توسعت العمليات العسكرية الإسرائيلية في ضوء التحذيرات والبلاغات التي وصلت إلى المواطنين من قبل ضباط المخابرات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، يطالب بإخلاء منطقة القرارة ومنطقة حمد ومنطقة حي الكتيبة ومنطقة وسط البلد. هذه المناطق يعني يوجد بها مئات الآلاف من المواطنين، أين سيذهبون؟ وبالتالي إسرائيل تعمل الآن على إخلاء مدينة خان يونس بشكل كامل والزج بهم يعني بالقصف وبالترهيب إلى مدينة رفح، وهذا ورفح لا تستطيع استيعاب يعني المزيد من النازحين. لذلك هناك خشية أن تضغط إسرائيل أكثر وأكثر باتجاه دفع الناس إلى مدينة رفح، ومن ثم يعني الذهاب إلى منطقة سيناء، وهذا لا أحد يريده، لا الفلسطينيين ولا أيضا المصريين. ولذلك هناك مخاوف كبيرة هذه الليلة من تصاعد عمليات القصف في ضوء عمليات التهجير القصري الكبير التي حدثت اليوم لمناطق عدة في مدينة خان يونس. نحن نتحدث عن نصف منتصف وسط خان يونس طالبت إسرائيل بتهجيرهم من مناطق سكنهم، فيما المناطق التي يزعم الجيش الإسرائيلي بأنها مناطق آمنة في منطقة غرب خان يونس أو منطقة المواصي هي الأخرى تتعرض إلى عمليات قصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية ومن قبل الزوارق البحرية الإسرائيلية. عدد الشهداء ارتفع اليوم في خان يونس إلى أكثر من 44 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى يعني والمصابين. عدد كبير من الإصابات هي إصابات خطيرة وحرجة، معظم الضحايا من الأطفال ومن النساء، وبالتالي هناك أوضاع مأساوية. أيضا على صعيد المشافي الطبية تحديدا مستشفى مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس، لأنها لم تتعافى بعد خلال فترة الهدنة من يعني العبء الكبير. نحن نتحدث عن آلاف الجرحى والمصابين والمرضى يعني متكدسين في هاتين المستشفيتين، ويعني الناس تفترش الأرض، الجرحى على الأرض ويتم علاجهم أيضا على الأرض. شكرا لك من خان يونس مراسل الغد إبراهيم قنان.